ازيكم يا جماعه؟ النهارده جايبه لكم ماسك جميل جدا، هو ماسك الترمس. اول حاجه ده الترمس اللي هو لونه غامق ده اهو، ومعاه لبن بودره. ده الترمس هو ده، والتاني ده لبن البودره وشويه بيكنج باودر. ماسك الترمس ده ماسك رهيب جدا، بينقي البشره وبيشد البشرة، ده أهم حاجة، بيشد البشرة، خليها ناعمة جدا وفي نسبة تبيض للبشرة. أنا جبت الفرشة دي، أنا هعمل بيها الترمس، مش مطحون قوي يعني، فده كويس، هيعمل برضو نسبة تقشير لأي جلد ميت في البشرة ولا حاجة. الماسك ده بيتعمل للوش وتعمل لأي منطقة في الجسم، هو جميل جدا ومسببش التهابات، يعني ماهوش يعني ممكن يبقى حد عنده حساسية منه ولا حاجة، برضو يشوف جرب على منطقة صغيرة. ده اللبن البودرة انا عملته بمية، هو المفروض يتعمل بمية ورد يبقى احسن، بس انا ما كانش عندي مية ورد فعملته بالمية. ده اللبن البودرة اهو، وهقلبهم. ماسك الترمس اصلا معروف، اللي هو الترمس عموما معروف اللي هو مفيد جدا للبشره، بيفتحها وبينقي البشره، واهم حاجه زي ما انا قلت اللي هو بيشد البشره. يعني انت لو عايزه تعملي خارجه وعندك خروجه ولا حاجه، ممكن تعمليها قبل ما تخرجي، هتحس ان بشرتك ناعمه جدا وفيها نسبه تفتيح، لان احنا حاطين برضو فيه لبن بودره وكمان بيكنج باودر. هقلبه كويس جدا وبعدين اوزعه على ايدي وعلى وشي. هو توصل القوام اللي انتي عايزاه، يعني ممكن تعرفي اللي ده هيبقى كويس وهيقف، يعني مش هيتزفلط كده من على الوش، لا تظبطيه وتعرفي اللي هو مناسب ليكي ولا لا، وبعدين وزعيه. انا بوزعها وبعدين هعمله بالفرشه اللي انا وريتها لكم دلوقتي، هبقى لو في فيديو تاني بقول لكم وانا جايبه الفرشه دي بكام، بس جميله جدا. هي لها جنبين، جنب اللي انا بعمل بيه ده وجنب ناعم اللي هو ده اللي هو فيه شعيرات صغيره لونها ابيض دي. هوزعه واسيبه ينشف وبعدين هغسله. هوزعها كويس وبعدين هعمل على وشي برضو وهسيبه لما ينشف. هعمل على ايد واسيب الايد التانية علشان تشوف الفرق ما بين الاتنين. هوزع برضو على الصوابع، اقول لكم اللي هو بيبيض بيبقى جميل جدا، ويشيل البقع السودا بتاعت العقلات اللي هي ما بين كل صبع وصبع، ده قصدي ما بين عقلة صبع وصبع، ايه العقلة ما بين الصبع ده بيفتحها جدا. اهو بعد ما نشف اهو بقى ده منظره، ده الايد اللي انا ما عملتهاش ودي الايد اللي انا عاملاها. انا هفركه بقى بالفرشه دي، لان انا قلت لكم حبيبات الترمس اصلا مش مطحونه كويس، يعني في نسبه حبيبات زي ما واضح قدامكم كده، ده بتعمل برضو نسبه تقشير، لو في جلد ميت ولا حاجه بتتشال، وده كويس جدا. هفركه كويس واحاول اللي انا اعمله برضو كانه تدليك كده للايد وكذلك للوش، بس طبعا يعني تدليك بسيط، مش اللي هو تخلي الوش يحمر او يحصل له حاجه، لان برضو الحبيبات بتاعته مهما كانت قاسيه. ده بعد ما انا غسلته، هي دي كانت النتيجه. بجد جبار يا جماعه، جربوه على ضمانتي، جبار بجد. وفي انتوا واضحين، انت لو كده شوفوا برضو وضع اليد قبل الماسك وبعد الماسك، جربوه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ولايك. مع السلامه.